روى الأصفهاني في الأغاني أن المغيرة بن شعبة قال: النساء أربع والرجال أربعة، رجل مذكر وامرأة مؤنثة فهو قوام عليها، ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه، ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلين ينتطحان، ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يفلحان. جبل الله سبحانه وتعالى كل مخلوقاته على شيء اسمه الفطرة، والمخلوق الوحيد الذي يحاول التصرف خلافا لفطرته هو الإنسان. أسماء السلموني لم تحاول يوما أن تسبح مع التيار لتتكاثر، لأنها مفطورة أن تسبح عكسه، والنحل لم يحاول يوما أن يغير شكل قرص العسل، لأنه مفطور أن يصنعه سداسيا. ومنذ آلاف السنين والأسود تصطاد الطرائد ذاتها، والأبقار ترعى العشب ذاته، وحده الإنسان يحاول ابتكار طرائق حياة مخالفة لفطرته. خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب، ثم خلق حواء منه، فحواء بهذا المفهوم هي جزء من آدم، والجزء مفطور لأن يتبع الكل، والكل مفطور لأن يقود الجزء. فالرجل قائد المرأة لا سيدها، والمرأة تعيش في كنفه وليست أمته. لم تكن القضية يوما من يسيطر على من، ولا من يلغي من، القضية كانت دوما في أن يحنو الكل على جزئه، وأن يحتمي البعض بكله. وحين فطر الله الرجل أن يكون قواما، فهذا يعني أنه جعل المرأة إحدى مسؤولياته لا إحدى ممتلكاته. وحين فطر المرأة لأن تعيش في كنف الرجل، فهذا لأنه فطره أولا لأن يحب رقتها، ويستعذب لجوءها إليه لجوءا أنثويا تمارس فيه المرأة فطرتها دون أن تشعر أنها تمتهن إنسانيتها. إنها الطريقة المتقنة التي أبدعها الخالق سبحانه وتعالى لتستمر الخليقة. فالرجل حين يتصرف على أساس أنه يحمي امرأته ويعطف عليها، لا يشعر بأنه يتصدق عليها بقدر ما يشعر بأنه يحقق رجولته. والمرأة حين تعيش في كنف زوجها، لا تشعر بأنها تابعة له بقدر ما تشعر أنها تحقق أنوثتها. هناك بيوت كثيرة تقود فيها النساء الرجال، اسألوهن هل هن سعيدات؟ عندما تحررون النساء منكم، فأنتم في الحقيقة تقيدوهن وتحررون أنفسكم من مسؤولياتكم تجاههن، فأنتم تتخلون عن فطرتكم وتدفعوهن ليتخلين عن فطرتهن. ثم نأتي آخر المطاف لنسألهن: لما لم تعدن نساء؟ والجواب بسيط: لم يعدن نساء كما يجب، لأننا لم نعد رجالا كما يجب. وكما أن الرجل مطالب بأن لا يتخلى عن رجولته، فالمرأة مطالبة أن تقاتل لأجل أنوثتها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اتبعي فطرتك تاجري، وتذكري أن خديجة على ثرائها عاشت في كنف محمد صلى الله عليه وسلم. تميزي وتذكري أن بلقيس كانت ملكة ولم تجد نفسها إلا في كنف سليمان عليه السلام. لا تنخدعي بالحرية والاستقلال، فالأنوثة ليست قيدا وإنما فطرة، بل الفطرة الأجمل في هذا الكون. تخيلي ماذا سيحدث لو تخلى كل مخلوق عن فطرته، كيف سيبدو شكل الأرض إذا حاولت الأسماك أن تطير. تخيلي العصافير تنهق والحمام الحمير تحاول التغريد. تخيل الأسود ترعى العشبة والغزلان تصطاد. سيصبح الخلق غريبا، وأنت حين تتخلين عن فطرتك كيف سيبدو شكلك وحالك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من الأفضل عند الله، الذكر أم الأنثى؟ الجواب في قوله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما
غالب الناس يفهم هذا التعبير القرآني على أنه تفضيل للذكر على الأنثى، لكن إذا تدبرنا الآية جيدا سنجد أن قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى هي جملة اعتراضية من كلام الله عز وجل. قد قالت امرأة عمران عكس ما نذرت وما كانت ترجوه عندما ولدتها أنثى: رب إني وضعتها أنثى، فكأنها تريد أن تظهر التحسر لأن غايتها من النذر لم تتحقق. فقال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي أردت كالأنثى التي رزقت، أي لا تظني أن الذكر الذي كنت تتمنين سيصل إلى مرتبة هذه الأنثى وأن هذه الأنثى سيكون لها شأن عظيم. ويقوي هذا الفهم معلومة في علم البلاغة مفادها أن المشبه أدنى من المشبه به، وكاف التشبيه هنا لحقت بالأنثى فهي المشبه به وهي الأعلى. وهنا لمحة لطيفة تنهي جدلا لا نهائيا حول المفاضلة عموما وفي هذه الآية خصوصا. امرأة عمران أرادت ذكرا لأنها نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، ولم يكن يخدمه في زمنها إلا ذكر، فلما وضعتها أنثى قالت ما قالت، لكن الله أخبرها أن الأنثى التي وضعت كانت أفضل من الذكر الذي أرادت، لأن الذكر كان سيخدم بيت المقدس فقط، أما مريم عليها السلام فأرادها الله أن تخدم عقيدة ويجعلها وابنها آية للعالمين، فكانت أفضل من الذكر للوظيفة التي أرادها الله لها، ولذلك لا محل للمفاضلة عموما، فالذكر أفضل من الأنثى فيما خلق له، وهي أفضل منه فيما خلقت له، فليست الأنثى أفضل منه في تحمل مشاق الشغل خارج البيت، واستمرار الكد والسعي لتحصيل رمق العيش، وأعمال البناء والقتال وغير ذلك، ليس الذكر أفضل منها في تحمل تعب الحمل، وسهر التربية وتفاصيل العناية بالأطفال، فكل أفضل من ناحية يتميز بها، وفي هذا التفاضل والتفاوت حكمة بالغة أرادها الخلاق العليم حتى إذا اجتمع زوجين تكاملا. أما ميزان التفاضل عند الله فإنه التقوى، فلا تنفع معها الذكر ذكورته، ولا تبخس فيها المرأة أنوثتها. لكل امرأة تظن أن رياح الغرب فكت قيود حريتها، اسمعي لما قاله فلاسفتهم ورجالات دينهم وغيرهم، اعتذر عما ستسمعينه ولكن طفح الكيل ووجب القول. سايغموند فرويد يقول المرأة لا تصلح إلا لإشباع رغبات الرجل. القديس توما لاكويني يقول المرأة هي خطأ من الطبيعة تولد في حالة سيئة. القديس يوحنا الدمشقي يقول المرأة حيوان عنيد. شوبنهاور يقول النساء حيوان طويل الشعر قصير الفكر. وكان اليهود يطردون المرأة من بيتها في وقت حيضها وتمضي أيام حيضها في زريبة الماشية. من أدعية الرجل اليهودي أحمدك يا رب أنك لم تخلقني امرأة. أما ما يقوله الإسلام في المرأة، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال النساء شقائق الرجال، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وهناك الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي تحتفي بالمرأة وتحفظ كرامتها وقدرها، ثم تخرج علينا نخبة عفنة يقولون أن الإسلام ظلم المرأة والغرب حررها. الحمد لله على نعمة الإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.